إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لكن الله يأذن للملائكة باستمرار العمل، ويأذن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالصلاة حتى في الدار الآخرة. أما صلوا ليلة الإسراء والمعراج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في الدنيا. وموسى يصلي في قبره ورسول الله يسمع الصلاة والسلام. طيب، إذا كنا بعيدين، كما أن هناك كراما كاتبين وحفظا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ملائكة موكلة بالأمطار وبالأرزاق، وملائكة ساجدون ومنهم من يركع لا يرفع رأسه إلى يوم القيامة، هناك ملائكة سيارة تبحث عن الذين يذكرون الله، وهناك ملائكة تبحث عن الذين يصلون على رسول الله. ما لهم شغل إلا أن الله أعطاهم أسماع الخلائق، يسمعون كل من يصلي على رسول الله، ويحفظون أسماء كل من يصلي على رسول الله، فيدخلون على رسول الله مثل الهدايا: يا رسول الله، فلان يصلي ويسلم عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولا تنسوا أحبة الكرام قراءة سورة الكهف، فإن أجرها عظيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. أي أن الله يجعل له نورا يضيء من مكانك إلى الكعبة المشرفة، وفي الحديث الآخر: جعل الله له نورا ما بين الجمعتين. نور الله حياتك بما في هذه السورة من الآيات الإيمانية والقصص والعبر والأركان، الأركان الإيمان بالأركان الإيمانية كلها موجودة في سورة الكهف، وما فيها من العبر وما فيها من القصص التي تستنبط منها لتنير حياتك بالعبر وما حصل عند الأمم السابقة. تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.